السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد. البعض يتابع القناه لكن ينسى يشترك بالقناه. قبل ما تتابع الفيديو تاكد انك ضاغط على زر الاشتراك ومفعل زر التنبيهات ليصلكم كل يوم فيديو جديد باذن الله. البعض يخطئ عند استخدام الضمائر بحاله الفاعل pronouns in subjective case، يعني ضمائر بحاله الفاعل، يعني الضمائر التي تاتي في بدايه الجمله. كما نعلم تفيد الضمائر عدم تكرار الاسم. أريد أن أتحدث عن شيء ما أو شخص ما، أذكر أول مرة هذا الشخص أو هذا الشيء أو هذه المجموعة، بعدئذ أستخدم ضمير يعوض عن هذه الأسماء. بالتالي من المهم جدا عدم الوقوع في هذا الخطأ عند استخدام الضمائر. كما نعلم الضمائر بحالة الفاعل I He She It We You They. يجب أن نعلم I الجمع منها We، إذن I We. إذا أتكلم عن نفسي I am a student، I am a driver، وهكذا. إذا أردنا نتكلم عن متكلم لكن مجموعة We are students، We are drivers. He She It الجمع منها They، إذن he she it الجمع منها they. he she it they، إذن he she it الجمع منها they. you هي نفسها بحالة الجمع وبحالة المفرد، إذن you أنت وأنت، you أنتم أنتما أنتن، إذن هي نفسها بحالة الجمع والمفرد. إذن الجمع من I we، الجمع من هي شي ات هو ذي، الجمع من يو يو نفسها. لاحظ هذه الأمثلة The boy is happy، الولد يكون سعيد. نستبدل The boy بالضمير هي تصبح He is happy، يعني هو يكون سعيد، أقصد بها الولد. مثلا أتكلم عن رجل ما أو شخص ما، إذن عندئذن أول مرة أذكر هذا الشخص، عندئذن لا أكرر the boy the boy the boy، خلاص أول مرة ذكرته صار معروف، إذن معلوم. بهذه الحالة أستبدل عنها ضمير، ضمير بحالة الفاعل، إذن يصبح he. he is happy، هو يكون سعيد، أقصد به the boy. the boys are happy، إذن الأولاد يكونوا سعداء. لاحظ وضعنا اس الجمع بالحالة الأولى، استخدمنا اس بالمفرد، مع الجمع نستخدم فعل الكون ار. The boys are happy، الأولاد يكونوا سعداء. لاحظ happy سعيد و happy سعداء، الصفة باللغة الإنجليزية لا تجمع، الصفة أو نسميها الميزة، نصف بها شخص ما أو شيء ما. The boys are happy، الأولاد سعداء. لا نكرر مرة ثانية the boys، نستخدم عنها أو بدلا عنها they. they are happy، هم سعداء، أقصد بها الأولاد. they are happy. the car is fast، يعني السيارة تكون سريعة. لا أعيد تكرار the car مرة ثانية، استخدم عنها ضمير it. it is fast، إنها تكون سريعة أو إنها سريعة، أقصد بها السيارة. إذا استبدلنا بدل الاسم the car استخدمنا الضمير at. the cars are fast، إذن السيارات تكون سريعة. they are fast، بدلا عن the cars السيارات استخدمنا الضمير they، إنها سريعة أو إنها تكون سريعة، يعني السيارات. أيضا the car استخدمنا فعل الكون is، عندما وضعنا اس الجمع استخدمنا فعل الكون are. the cars are fast، they are fast. you are a student، يعني أنت تكون طالب أو أنت تكونين طالبة، أتكلم عن شخص واحد مخاطب. أتكلم عن مجموعة you are students، حذفت الـ A وضعت عنها S الجمع، يعني أنتم تكونوا طلاب. بهذه الحالة لاحظ you are you are، كيف أعرف أنه مفرد وجمع؟ عن طريق لاحظ حذفت الـ A
وضعت اسد جمع، عندئذ اشير الى مجموعه. اذا the boys is happy، لو كان عندنا بدل the boy the girl يعني الفتاه، عندئذ نستخدم الضمير she. ايضا girls نستخدم ايضا they، لانه بحاله الجمع، لانه عندنا هي وشي وات، الجمع منها they. the car is fast، it is fast. لاحظ the cars استخدمنا الضمير they بحالة الجمع. أحمد and ماجد are sad، يعني أحمد وماجد حزينين، نريد أن نستبدل بضمير بدلا عن أحمد وماجد نستخدم الضمير they، إذن تصبح they are sad، إنهم حزينين، المقصود به أحمد and ماجد، إذن الضمير they. my family and I are hungry، عائلتي وأنا نكون جائعين. بدل my family and I نستخدم we، we are hungry، نحن جائعين أو نحن نكون جائعين، المقصد my family and I، إذا نستخدم الضمير we. he and she are good، هو وهي يكونوا جيدين، بدلا عن he and she إذا نستخدم الضمير they. they are good، إنهم جيدين، المقصد he and she. إذا بحالة الجمع نستخدم they للغائب، أيضا he and she نستخدم they. my family and I لأن عندنا ضمير I متكلم، الجمع منه بيكون عندنا we. كما نعلم he she it الجمع منهم الضمير they. the trees are nice، الأشجار تكون جميلة. وكل شخص يقول ماذا أستخدم the trees، إذا نستخدم they، يعني they تستخدم مع العاقل وغير العاقل بحالة الجمع. the trees لو كان عندنا the tree الشجرة يعني it، لكن لدينا the trees الأشجار نستخدم هذه الحالة they. the trees they are nice، إنها جميلة، أقصد بها الأشجار. the trees are nice تصبح they are nice، إنها جميلة. the books are on the table، الكتب تكون على الطاولة، بدلا عن the books كما قلنا أيضا the book يعني it، الجمع من it ما هو they. they are on the table، إنها تكون على الطاولة، أقصد بها the books، لكن عندنا المفرد من the books هو the book، the book it الجمع أيضا they، يعني ممكن شخص يظن they نستخدمها بس مع الإنسان أو فقط مع الإنسان، وهذا خطأ، مع العاقل وغير العاقل، يعني الإنسان وغير الإنسان. the camels are thirsty، الجمال تكون عطشانة، بدلا عن the camels نستخدم الضمير they. they are thirsty، إنها تكون عطشانة. إذن I الجمع عنها we، he she it الجمع منها they، ويو الجمع منها يو، يعني يو بحالة مفرد، يو بحالة الجمع. وما ننسى they تستخدم مع العاقل وغير العاقل، مثلا the children يعني الأولاد نستخدم بدل عنها الضمير they. لو كتبنا the houses المنازل، أيضا نستخدم الضمير they، يعني they مع العاقل وغير العاقل، مع الإنسان وغير الإنسان. إذا نتكلم عن المتكلم يكون مفرد I، إذا كان جمع we. you مع المخاطب، يعني هي نفسها للمفرد وللجمع، يعني you أنت وأنت، ويو أنتم أنتما وأنتن بحالة المفرد وبحالة الجمع. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن الضمائر بحالة الفاعل وكيف استخدمها
باللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.